كان تسعى وهناك من يسعى لحصولك على الجنسية السعودية، وإذا حصل هذا الأمر معناته ما راح تمثل منتخب الكويت، هل هذا الأمر صحيح؟ لا الأمر مو صحيح، وإن شاء الله بإذن الله بفترة القادمة راح تشوفني طول عمري لابس الأزرق إن شاء الله، وراح أخذ الجنسية الكويتية بس. وشايف هنا الفرحة الكبيرة والقميص اللي قلبه بالرقم 10 بالبطولة العاشرة.
من افضل لاعب في غرب اسيا الى افضل لاعب في الخليج. مبروك للاعب فهد النسيم بدر المطوع. لا لا صحيح ان شاء الله باذن الله بالفتره القادمه راح تشوفني طول عمري لابس الازرق ان شاء الله، وراح اخذ الجنسيه الكويتيه باذن الله.